اليوم تنسيق النقابي ديال 8 نقابات وطنيه في المغرب ينظم مسيره احتجاجيه ردا على سياسه الاعدام الصماء التي تنهجها وزاره الصحه والحكومه والملف الطلابي ديالنا كيتشمل العديد من المطالب المختلفه والذات اولويه كبيره. واليوم هذا شكل نضالي احتجاجي سلمي كيعبر على الاحتجاج ديالنا والتنديد ديالنا بهذه السياسه اللي كتقوم بها وزاره الصحه امام المطالب المشروعه للشغيله الصحيه بالمغرب. شكل من اشكال الميداليه والاحتجاجيه اللي دعت عليه التنسيق النقابي. هناك مسلسل نضالي لا زال مستمر حتى نيل جميع المكتسبات والمتطلبات الشغيله الصحيه. Oh, my God.